الشركة الهندسية من الشركات اللي فيها إشكاليات تمويلية وتصنيعية وغيرها، وشقيقتها شركة النار وتبع شركة القطر للنقل البحري، وشقيقتها ملصقة في السور نفسه شركة النصر ساعة سيارات وهي تبع لشركة قطر للصناعات المعدنية. الحقيقة لأسباب كثيرة في تجميع السيارات وصناعة السيارات حصل انخفاض في أداء هذه الشركتين، إنما بإذن الله في الفترة القادمة إن هيكون في تطوير كبير للشركتين مع بعض أو منفصلين. إنما في نفس التوقيت شركة القطر طبعا بيدفعها ثلاث شركات لنقل الركاب، أساسها ركاب أتوبيسات، وبالتالي كان التصور إن إحنا مش هننتظر التطوير، إنما قمنا خلال الفترة الماضية بعدة مشروعات يعني في سبيلها للتنفيذ الفوري في توقيع اتفاقيات تمت بهذا الأمر والتمويلات وغيره. على سبيل المثال مصنع للجنوط، ده قطاع خاص موجود في المجر وهينتقل بإذن الله في اتفاق تام عليه بالتكلفة وغيره إنه ينتقل إلى الشركة الهندسية في أحد العناجر اللي موجودة. ده مصنع لإنتاج الجنوط الخاصة بالعربيات النقل وأيضا الأتوبيسات. هذا المشروع مشروع محترم للغاية الحقيقة، الغرض منه زي ما هو موجود في المجر تحديدا بينتج 400 ألف جنط في السنة، بيصدر منهم بتعاقدات مستمرة 250 ألف جنط في السنة. هينتقل المصنع بإذن الله للشركة الهندسية وبنفس التعاقدات، يعني بكل الإمكانيات اللي موجودة بالتعاقدات اللي هي كانت بتتم في الخارج هتتم من خلال الهندسية إن شاء الله. وأيضا مصنع آخر أيضا في المجر وهو للمحاور، هينتقل بإذن الله إلى الشركة الهندسية هنا لإنتاج المحاور الخاصة بالسيارات وأيضا للمحلي وأيضا للتصدير للخارج. وفي نفس التوقيت الشركة الهندسية لها إمكانيات التجميع وإضافة بعض المكونات أو نسبة من المكون، إن إحنا نصل إلى مكون بسمة محترمة في خلال فترة قليلة، نصل إلى 60% من الأتوبيسات اللي إحنا بنتكلم النهاردة بصددها. هذه الأتوبيسات من أحد الشركات المحترمة جدا والاسم المحترم في الصين وله تصدير في كافة الدول العربية وأيضا الدول الأوروبية، وكان نحن تباحث مع هذه الشركة المحترمة من خلال شركة الجيوشي موتور إنه يكون تعاون في إنتاج أو تجميع في المرحلة الأولى في الشركة الهندسية. بداية بنتكلم لصالح شركات الركاب الثلاثة، ولكن زي ما اتكلمت من دقيقتين إنه ليس الهدف شركات الركاب فقط لا غير، ولكن الهدف الأساسي إنه يكون للإنتاج المحلي بالكامل للتسويق المحلي، وفي المرحلة التالية مع الإنتاج يتم التصدير للدول العربية ودول أفريقية. هذه الأتوبيسات طبعا بنتكلم عليها بإمكانيات عالية جدا لا تقل عن إنتاج صيني، طبعا شركة صينية يوتونغ، وهي شركة ذات اسم عالمي محترم للغاية. الصين النهاردة في تطوير كبير للغاية في صناعة السيارات، ليست السيارة اللي هي بإمكانيات محدودة وغيره، إنما النهاردة في إنتاج ومنتج محترم للغاية ومخطط ل 2020 يكون لا يقل جودة عن أي سيارة أمريكية أو أوروبية بأي صورة كان. إحنا من خلال الشركة القبضة والشركة الهندسية طبعا والتعاون مع الجيوشي إنه تم الاتفاق على توريد 13 أتوبيس للعمل. هو الحقيقة اللفظية أنا مش كنتش يعني سعيد بها أو للتجربة. التجربة ده في حالة منتج غير موجود في السوق أو بروتوتايب. بروتوتايب يعني أول إنتاج له، يعني لما في شركة بتنتج عربية لأول مرة تنتج تشتغل في السوق بنسميها بروتوتايب أول إنتاج، فدي بيكون فيها تجربة أو ما يكونش لها تواجد في السوق المحلي. ولكن العربية موجودة في السوق، موجودة في دول عربية بكثافة كبيرة جدا، إنما رؤية إن ثلاث شركات الركاب والله قالت إحنا لنا طبيعة خاصة في تعاملنا ونقل الركاب بين المحافظات، فمحتاجين عربيات يتم تجربتها لفترة محدودة بحيث نقتنع بها كاملا السادة العاملين في هذه الشركات المحترمة ثلاث شركات، وأيضا الراكب يكون راضي عن هذه الشركات. العربيات حضراتكم هتشوفوها بإمكانيات عالية جدا، التكلفة مؤكد السعر هيكون أقل من المنتج الأوروبي بشكل كبير، نفس الكفاءة ونفس الإمكانيات، مفيش اختلاف بأي حال من الأحوال داخليا وخارجيا والأجزاء الميكانيكية الخاصة بها. ده الشكل العام اللي احنا بنتكلم فيه، وطبعا بنتمنى